كنت نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير كشاب بواحد الطريقة صحية وناجح 100%، كيجي في المذاق روعة. دابا المقادير بسم الله، عندي تقريبا هنا 300 غرام تاع الصدر تاع لدان اللي طحنتو، ممكن ديرو حتى صدر تاع الدجاج. عندي كذلك هنا في العطرية عندي 3 الفصوص تاع الثوم اللي قطعتهم بهذا الشكل، وعندي نصف ملعقة صغيرة من الهريسة اللي كتفضلوها، وعندي نصف ملعقة صغيرة من الخرقوم، وعندي نصف ملعقة صغيرة من تحميرة بابريكا، قليل من البزار حبوب إلا كتفضل ديرو قزبر بحبوب، وربع ملعقة صغيرة من الإبزار، وملعقة صغيرة من الملح كيبقى حسب الذوق. هنا عندي كذلك نصف كأس من زيت الزيتون، وكأس غير مملوء من السميد الرقيق، وعندي هنا الزيتون بلا عظمة اللي هنديرو في الوسط كيبقى اختياري، وعندي هنايا جوج بيضات. نبداو بالطريقه بسم الله. اول حاجه هنا صدرت لدان، انا رد يعني طحنته من قبل، ضروري انكم خصكم تطحنوه. غادي نضيف له هاد العطريه كما قلنا بحال اللي كتفضلوا ديروا حار، ما كتفضلوش بلاش. غادي نضيف السميد، وغادي نضيف زيت الزيتون. بالنسبة للزيتون غادي نخليه حتى الأخير. نكوّد مع بعضياتها، وغادي نضيفو البيض، جوج بيضات، ومن بعد غادي ناخدو شي آلة، أي آلة كهربائية عندكم باش نطحنو هاد المكونات. فكندهن بعضياتها. انا بعد ما طحناه كيجي بهذا الشكل، ممكن كذلك تضيفوا ليه الجبن، 3 قطع ديال الجبن المثلث ولا المربع اللي كتفضلوا، كتعطي واحد الطعم لي زوين. من بعد غادي نضيف ليها الزيتون، وغادي نخلطو باش يدخل ليه في الوسط. غادي نجيب واحد الطاولة اللي انا دهنتها من قبل وغلفتها بوراق الفرن بهذا الشكل كي كتشوفوا. هذه غادي ندخلها انا الفرن كاشرنا، غادي نطيبو في الفرن، نحاول نديرو صحي ما غاديش نديرو في البلاستيك. وغادي نبقى نضيفو في هذا القالب، هذا قالب ديال الحلوى بهذا الشكل، نحاولو نوزعوه. ممكن تضاعفوا الكميه وكذلك ممكن انكم تنقصوا منها، كما قلت لكم كنحاولوا نوزعوه مزيان باش يجينا مقاد قياس واحد. فهاد الاثناء انا رديت الفرن يسخن على درجه حراره 200 درجه من الفوق من الاسفل. هنا ناخذ انا ورق تاع الفرن، غادي نغطي من الفوق، وفوق منه غادي ندير الالومنيوم بهذا الشكل، نحطو من الجوانب. هنا هذه طاوة الفرن أنا درت فيها الماء، فين غادي نحط هاد الكاشر ديالنا، وغطيته هنا بالسلوفان يعني بالبابي ألمنيوم، ديتو مزيان. غادي نوضعو في الوسط، غادي نخلي تقريبا 20 دقيقة، غادي يكون واجد إن شاء الله. نتلاقاو من بعد. الكاشر ديالنا بعد ما كتب بصراحة كيجي رائع بزاف، حتى الرائحة ديالو مشهية صراحه. كشر صحي وما فيش مكونات كثيره، كذلك ما كيشدناش بزاف تاع الوقت، وكيجي زوين وناجح 100%، وكيعجب حتى الدراري الصغار. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.